اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مسيره رائعه الحقيقه لحسن الشامي ظهير ايسر المقاولين العرب، بدا مشواره مكافحا من الدرجه الثانيه حتى الوصول الى الاحتراف في بلجيكا واللعب للعديد من الانديه في الدوري الممتاز المصري، بدءا من سموحه مرورا بالجونه ووادي دجله وترناوت البلجيكي والانتاج الحربي والمقاولين العرب في سن 38، ويؤدي بعزيمه الشباب دائما. ازيك ابو علي؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ شرف ومنور. ده شرف سعداء جدا بوجودك معانا كظاهره من الظواهر الحقيقه في الدوري العام المصري. 38 سنه بتلعب كل المباريات بشكل اساسي ما عدا اللي انت مصاب فيها يعني. وبسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. الحمد لله، بشكرك كابتن اسلام وسعيد ان انا موجود في البيت الكبير. ان شاء الله نكون ضيف خفيف كده على الساده المشاهدين ان شاء الله. الاول قول لي يعني كره القدم وحب كره القدم، وانت بدات في نادي درجه ثانيه، واللفه اللي لفتها دي كلها بدات ازاي والدنيا مشيت ازاي من الاول كده؟ خلينا نبدا من الاول خالص. والله يا كابتن اسلام يعني انا لاول مره هفتح قلبي في الموضوع ده، انا كنت دايما بتكلم عن بدايتي باختصار، يعني كنت بقول ان انا مريض من شباب قليل. هتلاقي في شباب كتيرة بيتفرج عليك نفسهم. وانا بيجي لي مسجات كتير قوي على الفيسبوك وعلى الانستجرام من شباب في كرة الصعيد وفي الكرة الريفية، كتير بيبعتوا لي مسجات ان احنا بنواجه مشكلة كبيرة جدا، مع ان انا شايف ان ده امر يعني في الفترة دي وفي السوشيال ميديا وانتشار السوشيال ميديا دلوقتي، لا الموضوع بقى اسهل من ايام زمان. ايام زمان كان الموضوع صعب جدا. يعني انا كبداياتي بدات في مركز شباب قليل من وانا عندي 9 سنين في مدرسة قليل كفر الشيخ. قليل كفر الشيخ. انا من قريه ريفيه، قريه نشرت، واجهت صعوبات كبيره جدا لان انا ولد وحيد على 3 بنات، والدي توفى قبل ما اتولد بشهر. ففكره ان انا كمان ان انا العب كره قدم وانا واحنا كمان من اسره كانت تحت خط الفقر، مش في اسره فقيره، فموضوع صعب جدا. يعني كل المؤشرات بتقول ان انت مش هتكمل، بتقول ان الموضوع صعب عليك، لان انت في توقيت لما هتكبر شويه لازم انت تتحمل مسؤوليه اخواتك ووالدتك طبعا، فالموضوع صعب جدا، مفيش حد في ظهرك يسندك. فكانت بداياتي قاسيه جدا وكانت صعبه جدا، بس كان عندي من صغري هدف وطموح ان انا هكمل. لما تبقى جاي من قريه، يعني انت جاي من تحت الارض عشان توصل للدوري الممتاز، رحله صعبه جدا، خصوصا ان انا لعبت الدوري الممتاز وانا عندي 26 سنه. فرحله فيها مواقف كتيره جدا وفيها محطات كتيره جدا. فبقول للشباب والناس الصغيره، لا انت لو مؤمن بالهدف بتاعك وعندك هدف عايز تسعى ليه وتحققه هتحققه. ربنا سبحانه وتعالى عادل، طالما انت شغال بشكل كويس على نفسك، عندك طموح، مصدق نفسك، عندك ثقه في نفسك، هتكمل. انا كان بيقابلني ناس كتير بيحبطوني، يا ابني بطل كوره بقى واشتغل ويصرف على اخواتك. فانا كنت مطالب ان انا اتحمل مسؤوليه بيت واسره، وان انا العب كره قدم، وان انا انجح في دراستي. انا لسانس اداب قسم تاريخ، فكنت عايز اوفق بين دول. فالموضوع كان محتاج مجهود، صبر ومجهود، فاشتغلت على نفسي بشكل كويس جدا. معلش انا اسف جدا، النهارده انا عندي ابني الكبير 18 سنه، فهو نفس الكلام كان بيقول لي انا مش عارف اوفق ما بين الدراسه وما بين الكوره. لا صعب. نفس يعني سبحان الله، انت بتقول لي ان انت راجل يعني درست ووصلت لاعلى الشهادات، وفي نفس الوقت وصلت لمراكز عاليه جدا في كره القدم. خلي بالك يا ابن الاسلام، ممكن توصل لده لو في حد بيزقك او في ظهرك او بيسندك، سواء والدك او ليك اخ كبير او حد انت مسؤول منه. لكن الصعوبه كانت ان انت مفيش حد يقف جنبك او يقف في ظهرك. مظبوط. فلازم تقوم بكل ده بنفسك. فانا وانا عندي 5 سنين وانا بشتغل، من وانا عندي 5 سنين بشتغل. فبدات الكوره من وانا عندي 9 سنين، كان نفسي ان انا العب دوري ممتاز، كنت بقعد اتفرج على اللعيبه الكبيره في التلفزيون، كان عندي طموح ان انا هوصل دايما. كان عندي طموح وبكلم نفسي. بدات في مركز شباب اللين، لعبت اول مره لعبت كان عندي 11 13 سنه ناشئين من بعد مدرسه الكوره. لعبت موسمين ناشئين، والحسن الحظ المدرب بتاع الفريق الاول بيتفرج فاختارني، ففي السنه دي صعدوا من الدرجه الثالثه للممتاز بها. فخدني في التوقيت ده، كان بيديني 10 دقائق ربع ساعه، كان لسه جسمه صغير، كنت لسه صغير، كنت بلعب بلاي ميكر. فلعبت معاهم الموسم ده. الموسم الثاني لما صعدنا للدرجه الثانيه، اتيحت لي الفرصه ان انا العب كل المباريات وانا عندي 15 سنه. فمن الفتره دي وانا 15 سنه ما لعبتش ناشئين خالص، يعني لعبت فريق اول. بعد كده رحت عملت اختبارات في نادي الزمالك واختبارات في نادي المقاولين العرب، واتقابلت في الاختبارات في الفرقتين، في الزمالك وفي المقاولين العرب. أوكي. لكن برضو رجعت برضو ان انا يعني ما فيش حد هيصرف عليا، انا مطالب ان انا اساعد والدتي واخواتي في المصاريف. فالموضوع كان صعب عليا، وجاي من قريه للمدينه، والاجواء في المدينه هنا الاجواء مختلفه جدا يعني، فالموضوع كان صعب عليا، فما قدرتش استحمل. وكملت في قلين. ففي التوقيت ده جالي ادوني الاستغناء على اساس ان انا رايح المقاولين العرب، خدت الاستغناء ورحت نادي بيلا.
قبل الموسم اللي حسام غالي مشي فيه وراح النادي الاهلي. اوكي. فرحت بيلا لعبت 4 مواسم، لعبت معاهم في الدرجه الثانيه، جالي عروض كتيره جدا، عروض في من بتروجيت لعبناهم في كاس مصر كسبناهم 2-1 في ملعبنا، عملت جولين في الماتش ده، كنت عامل مواسم كويسه جدا. فجالي عرض من بتروجيت، جالي عرض من المحله، جالي عروض كتيره جدا. كان اهم عرض في التوقيت ده ان جالي فتره معايشه في النادي الاهلي. جيت هنا قعدت مع الكابتن ثابت البطل الله يرحمه شهر كامل. كان كابتن فتحي مبروك اللي ماسك الناشئين، وقضيت فتره اكتر من شهر هنا في النادي الاهلي. فالحمد لله انا خلال التجربه دي كلها، تجارب في بدايتي الحمد لله كانت الامور صعبه، لكن كان عندي هدف ان انا اوصل له وقدرت اوصل له الحمد لله. من بيلا انتقلت لسموحه بعرض مالي كبير جدا في التوقيت ده من الدرجه الثانيه، لعبت مع سموحه 3 مواسم في الممتاز بيه، وكنا بننافس كل سنه على الصعود لحد ما صعدت معاهم ولعبنا اول موسم لنا في الدوري الممتاز. وبرده جالي عرض من النادي الاهلي في الموسم ده. والله العظيم جالي عرض رسمي، لكن المهندس فرج عامر طلب مبلغ كبير جدا في التوقيت ده، كنت انا وشديد قناوي وكانوا عايزيني انا رقم واحد، فالنادي طلب 12 مليون جنيه في التوقيت ده. في الوقت ده النادي الاهلي دفع 1 مليون جنيه لشديد قناوي في المصري، وكان الامور بالنسبه لشديد كانت اسهل ان هم يخلصوه يعني. بعدها قعدت في البيت 3 شهور وكنت رافض فكره ان انا اكمل كوره. موضوع يعني انا اتكلمت في الجزئيه دي قبل كده، بس انت عارف، انت كنت لعيب كوره وعارف لما بتحس ان انت بتقرب من 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 حلم او هدف بتبقى خلاص انت حاسس ان انت قريب، لما الامور بتبعدك بيحصل لك صدمه. مظبوط. فاثرت عليا بالسلب. بعد كده رجعت تاني، انتقلت لوادي دجله، اشتروني بحوالي 2.5 مليون في التوقيت ده. من دجله رحت ترناوت في بلجيكا، بعد كده رجعت على الجونه الانتاج الحربي، بعد كده المقاول العرب 5 مواسم ومستمر معاهم الحمد لله. فدي الرحله باختصار يعني، لكن كنت عايز ادوس او اركز على البدايات، ان اي شاب او اي حد عنده طموح وعنده هدف عايز يوصل له ما تستسلمش مهما كانت المؤشرات اللي حواليك بتقول لك لا، انت لو قادر وعندك الملكه ان انت تقدر تكمل هتكمل، هتواجهك صعوبات لكن لو مؤمن بنفسك هتقدر تكمل. ما تقولش لا اصل الكوره واسطه، ما فيش حاجه اسمها كوره واسطه. والدليل على كده هتلاقي ابناء مدربين كتير جدا في الوسط ما لهمش، مش وابناء تانيين مشغلين كويس، في ناس شغاله كويس بس عدد قليل جدا والعدد الاكبر مش موجود. مظبوط. فربنا سبحانه وتعالى عدل، لو انت عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في نفسك هتقدر تكمل وتقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. بس رحله حلوه وتقدر يعني تاخد دروس منها قيمه جدا جدا في حياتك لكل الشباب اللي بيتفرج، لانه مهم جدا جدا نعرف قد ايه ان الواحد بيقاسي يعني لغايه لما يوصل للي هو فيه. طبعا طبعا يا كابتن، انت عارف احنا كمان يا كابتن اسلام كلاعيبه كوره مع الوقت بتحاول تجدد اهدافك ويبقى ليك دوافع وليك طموح، وبتختلف من واحد للتاني. أيوة. يعني انا لو انا موجود من بدري في الدوري الممتاز هيبقى الهدف بتاعي غير ان انا جاي من تحت، فالظروف اللي انت بتتحط فيها هي اللي بتوديك هي اللي بتوجهك، لكن انت تقدر توصل. انا ممكن ما لعبتش اهلي او زمالك او ما قدرليش ان انا العب في انديه جماهيريه كبيره، لكن الحمد لله انا يعني بشوف حاله حب كبيره جدا من الناس في الشارع. بس لعبت قصاد منهم قصاد طبعا وحققت نجاحات وحققت انتصارات ضد الانديه كبيره، فالحمد لله انا راضي جدا عن تجربتي بشكل كبير جدا.